لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصف بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيدو يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم ونحدى ظروفك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان. كتير جدا من المزارعين الكبار اللي بيمتلكوا الملاءة المالية استجابوا لنداء برنامج الجدعان بضرورة التوجه نحو فكرة المطور الزراعي، يعني يتعاقد على أرض في محافظات المنيا أو الوادي الجديد، ودي أفضل محافظات مصرية يمكن تطبيق فكرة المطور الزراعي في أرضها وينفذ أعمال التطوير وإقامة البنية الأساسية والقومية في هذه الأراضي، يعني يحفر الآبار وينشئ الطرق وكمان يوصل شبكات الري لكل قطعة داخل المشروع. الكل بدأ يطبق فكرة المطور الزراعي اللي طلبنا بيها 1000 مرة في برنامج الجدعان لتوفير قطع أراضي كاملة المرافق البنية الأساسية والقومية لشباب الخريجين وأيضا صغار المزارعين، ولكن يجب أن نضع لها ضوابط. الضوابط باختصار شديد جدا، أولا هي أن تكون الدولة شريكة في المشروع، يعني الدولة هي اللي شايفة العقود اللي بيوقع عليها كل شاب أو خريج أو مزارع عايز يشارك في هذا المشروع، عشان كل مستثمر من صغار المزارعين يبقى مطمن وهو بيدفع فلوسه للشركة اللي حصلت على عقود من الدولة. كمان في أمر شديد الأهمية، منعا للعشوائية، لازم يبقى فيه شكل موحد للبيوت، غرفة غرفتين ثلاثة، وأفضل أن المهندسين المعماريين المصريين المتخصصين في المباني الصحراوية هم اللي حددوا شكل البناء في هذه المناطق. لازم يبقى فيه نسق حضاري في هذه المشروعات وتتفاعل مع البيئة اللي موجودة فيها. كمان لازم بنقنا الوطنية تبقى جاهزة لتمويل هؤلاء الشباب اللي هيدخلوا في مشروع كبير جدا اسمه مشروع تطوير زراعي يهدف إلى الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وتوطين العديد من الأسر في هذه المحافظات. احنا بنعمل خلخلة حقيقية في تكدس الدلتا السكاني، الكل نفسه يتنقل لمحافظة الوادي الجديد أو محافظة المنيا بس بيدور على الفرصة، وهي الفرصة جت وموجودة وبأمان كامل من خلال مجموعة من المزارعين اللي هيشتغلوا من خلال الدولة، هياخدوا أراضي ويطوروها ويسلموها للشباب، والدولة لازم تكون رقيبة على كل فدان في هذه المشروعات. كمان لازم نشتغل على إنشاء شركات لتسويق إنتاج هذه الأراضي سواء محليا أو دوليا، ونعلمهم الممارسات الزراعية السليمة أيضا في حالة عدم وجود قرى أو مدن قريبة من أراضي هذه المشروعات، وخاصة في الوادي الجديد أو في غرب المنيا أو امتداد غرب المنيا، ودي المناطق الأصلح لتكوين شركات التطوير الزراعي. يفضل أن يتم إنشاء مشروعات أو مناطق خدمية متكاملة فيها مدرسة، وحدة صحية، وحدة بيطرية، كل هذه الأشياء مهمة جدا لتوطين الشباب، وإحنا لينا باع كبير جدا في مثل هذه الإنشاءات، ولازم الدولة تتدخل. إحنا عندنا مبادرة عظيمة جدا، بداية جديدة لبناء الإنسان، مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومش هنرمي أولادنا في الصحراء. اللي يروح ويآمن بفكرنا في التطوير الزراعي يجب أن يجد حياة كريمة. فكرة
المطور الزراعي انطلقت بالفعل، وجهات الولاية على أراضي الدولة كلها جاهزة لمساندة ودعم كل من يفكر في تقديم خدمات وأراضي كاملة المرافق والبنية الأساسية والخدمية والقومية للشباب وصغار المزارعين. خليكم معانا عشان نشوف فقرتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. خلي بال حضراتكم قريب جدا هنعلن عن كل مطور زراعي. تشاهدون في حلقة اليوم. الأفكار دي مصرية ولا موجودة في العالم؟ إحنا عشان جودة تمري ما بنذبحش أي فراخ، فبالتالي إحنا بنبقى عايزين ناخد جودة كويسة جداً عشان نطلع منتج ذو جودة عالية. إيه اللي خلى مجموعة الدهلية تعمل مجزر بالحجم ده؟ ده محصول قومي استراتيجي في مصر، الرز. يعني أجيب رز وأزرعه على سطح المية؟ صناعة الدواجن المصرية بخير ودايما بتتطور. دلوقتي هاخد حضراتكم في زيارة إلى مجزر مجموعة الدقهلية للدواجن. هنقابل شباب زي الورد مسؤول عن إدارة هذا المجزر اللي بينتج أشهر فرخة في مصر، فرخة تمري، ده إلى جانب مصنعاتها ومجزأتها. خليكم معانا. مجزر مجموعة الدقهلية للدواجن يعتبر واحد من أفضل مجازر الدواجن في مصر على الإطلاق، وبينتج الفرخة الشهيرة جدا تمري ومصنعاتها ومجزأتها اللي بتتربى في مزارع الدقهلية لدواجن التسمين، وأنتجتها مزارع أمهات التسمين التابعة لمجموعة الدقهلية في محافظة المنيا، وده أكبر مشروع لأمهات دواجن التسمين في مصر. مجموعة الدقهلية أسسها المهندس محمود العناني، رائد صناعة الدواجن في مصر والشرق الأوسط، ورئيس مجموعة الدقهلية ورئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وهو كان حريص جداً على تكامل حلقات الصناعة في المجموعة، بداية من مصانع الأعلاف ومزارع أمهات التسمين العملاقة والمعامل الخاصة بتفريخ كتكوت تسمين الدقهلية ومزارع التسمين، وانتهاء بالمجزر العملاق اللي طاقته بتوصل ل 64 ألف دجاجة في الوردية الواحدة. استثمارات ضخمة في صناعة الدواجن، وهدفها الالتزام بأعلى مراحل الجودة. كمان افتتحت مجموعة الدقهلية 8 فروع لبيع منتجاتها من الدواجن والمصنعات الغذائية والحاصلات الزراعية في مدينة نصر ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر والمهندسين والمعادي، بخلاف تواجد منتجاتهم في كل السلاسل التجارية الشهيرة جدا في مصر. زرنا مجزر الدقهلية اللي بيشتغل فيه 900 موظف ما بين طبيب بيطري ومهندس زراعي وفني وعامل، عشان نتعرف على أحدث منتجاتهم من مصنعات الدواجن زي الناجتس والبرجر والبانيه والشيش والستريبس، ده بخلاف المتبلات الإيطالية والفرنسية وغيرها. تعالوا في البداية نقابل المهندس حسام سلامة، مدير عام مجزر الدقهلية للدواجن، عشان نناقشه في قضايا صناعة الدواجن. خليني في البداية أقول لك إن أنا بجد فرحان بيك جدا، شاب عندك 34 سنة، مهندس محترم متخصص في الميكاترونكس، تخرجت في الجامعة الألمانية، والنهاردة بتدير واحد من أكبر مجازر الدواجن في مصر وأفريقيا. عايز أعرف طاقة المجزر هنا، إيه اللي خلى مجموعة الدقهلية تعمل مجزر بالحجم ده؟ الدقهلية عندها طبعا حلقة متكاملة، إحنا بنبدأ من ورا خالص من أول أمهات الدواجن، بعد كده بيطلع عندنا طبعا الكتكوت، الكتكوت ده بيروح معامل تفريخ، بياكل من العلف بتاعنا، وفي الآخر آخر حلقة خالص إن هو بيجي عندنا طبعا المجزر عشان يذبح وينزل للمستهلك النهائي. إحنا الطاقة بتاعتنا عندنا المفروض في الوردية نذبح حوالي 64 ألف طائر، إحنا حاليا بنذبح حوالي 40 ل 45 ألف طائر يومي. طبعا إحنا دخلنا بقى، إحنا عندنا طبعا الرينج بتاعنا في الفريش وعندنا في المجمدات، ودخلنا بقى معانا نقدر نقول الانوفيشنز الجديدة أو الابتكارات الجديدة اللي إحنا دخلناها زي المتبل. المنتج المتبل من المنتج يعني منتجات الهائلة جدا، لأن هي بتراعي الوقت وأزمة الوقت اللي عندنا اليومين دول بالذات مع
ست البيت، راجل بقى لسه جاي من الجيم، حد قاعد لوحده مش عارف يطبخ. احنا النهارده عملنا لك منتج بقطعيات مختلفه، فرخ كامله، عندك مجزئات، كل الكلام ده كله هتعمله ان حضرتك هتاخد الحاجه فريش، هتدخلها الفرن او الاير فراير 25 دقيقه 30 دقيقه يطلع لك وجبه جاهزه كلها بروتين طعمها حلو جدا. هرجع معاك كده لكلمه انت قلتها، احنا طاقتنا 64 الف طائر يوميا، صح كده؟ بنذبح قد ايه؟ بنذبح يعني 40 45 الف على حسب الموسم. ايه السبب؟ احنا عشان جوده التمري ما بنذبحش اي فراخ، فبالتالي احنا بنبقى عايزين ناخد جوده كويسه جدا عشان نطلع منتج ذو جوده عاليه. الحاجه الثانيه ان احنا بنحتاج وزن معين، وهو ده الوزن اللي المجازر بتذبح عليه، وزن تقريبا من اول كيلو 650 لحد كيلو 750. وللاسف الوزن ده بشكل عام كفكر مش موجود قوي عند المربي، لان المربي دايما متجه ان هو يكبر الفرخه بتاعته فيكسب اكتر، فبالتالي هو بالنسبه له السنه مجملها على بعض تطلع معاه كويس. طب الفرخه الكبيره احنا بنعمل ايه؟ احنا بناخدها بنبدا نقطعها، بننزلها مجزئات وبنطلعها للمصنعات. بس احنا لان داخليا متجهين اكتر للكميات اللي بتطلع فريش في اليوم وبتخدم المستهلك فئات انها فريش، فبنحتاج اوزان اقل مش اوزان اكبر عشان تعرف نخدم اللي المستهلك عايزه. السؤال الدائم اللي بيدور في اذهان الناس، المجزر ولا الفرارجي؟ احسمها لنا. طيب خلينا الاول نحكي ايه الفرق ما بين المجزر والفرارجي كمراحل التصنيع. بدون تحيز اكيد. المجزر طبعا خلينا نبدا بدايه من الاول خالص، انه المجزر قبل ما يذبح البراق بيروح بيبعت دكاتره بيطريين بيروح يشوفوا الفراخ في المزرعه شكلها عامل ازاي، ويبدا يشرح فرخه او اتنين عشان يشوف الوضع العام للفراخ شكله عامل ازاي، ومن هنا بنبدا ندي الاوكي ان الفراخ تتحرك من المزرعه تيجي المجزر. بعد كده بتخش طبعا عندك، بيتم الذبح بالطريقه الحلال اللي احنا عارفينها، وبتم النزف تقريبا لمده 3 دقائق عشان تضمن ان الفراخ بتنزل كل الدم اللي فيها وكل الحاجات اللي موجوده فيها. ننقل بعد كده للمرحله اللي بعديها، الا وهي بقى مرحله نزع الاحشاء والغسيل. طبعا بيتم نزل الاحشاء من فرخه فرخه، بيبقى في برضه دكاتره بيطريين تاني بيبصوا على الاحشاء من جوه عشان يشوفوا لو فيها اي مشكله، ولو في مشكله بيتم استبعاد الفراخ من عرضها. كل فرخه تحتها الطبق اللي فيه الاحشاء بتاعتها. بالظبط، لو في مشكله هنا استبعد الفرخه على طول. على طول. ممتاز. بعد كده بيخش على مرحله الغسيل من جوه ومن بره، بعد كده بتخش على مرحله التبريد، بعد كده بتطلع طبعا من التبريد تخش على مرحله التجهيز. التجهيز طبعا بيبقى فيه برضه دكاتره تاني بيطريين بيبصوا على الفراخ بعد ما تتعبى، بصوا لو فيها اي نوع من انواع المشاكل، لو في اي مشكله طبعا بيتم استبعادها، لو مفيش الدنيا خلاص بيطلع للمستهلك النهائي. النهارده لو رحنا بقى للفرارجي، حضرتك هتخش للفرارجي هتشتري الفرخه، حضرتك مش عارف الامراض اللي ممكن تكون موجوده في الفرخه. طب هل مطالب انك تبقى عارف؟ لا، مش مطالب انك تبقى عارف لانك انت مش دكتور بيطري، بس انت مطالب ان انت تاكد الحاجه اللي انت بتاكلها ان هي تكون كويسه. فبالتالي الدور الكبير اللي بيقدمه المجزر ان هو بيعمل الدور ده بالنيابه عنه. الفرخه المبرده ولا المجمده؟ احسم لنا، او امتى اشتري دي وامتى اشتري دي؟ والله دي بتبقى على حسب احنا بننتج طبعا. تحايز يعني. انت على حسب الحراسه هتعمل ايه بالفراخ. المنتج اللي بتحطه هنا وبتحطه هنا في الاول هو نفس المنتج بالظبط، بس تاثير التبريد على الفراخ اللي قاعده بقى لها شهرين او ثلاثه في التجميد، للاسف التجميد بيبدا ان هو يفتح شويه مسام جوه انسجه الفراخ، مع الوقت ممكن ما تبقاش ان هي تدي لك الجوده اللي مطلوبه. بالمناسبه المهندس حسام سلامه 34 سنه، تخرج في كليه الهندسه بالجامعه الالمانيه تخصص ميكاترونكس، وانضم لمجموعه الدقهليه كمهندس مشروعات، واشرف على مشروع انشاء المجزر، وبعدها مشروعات صالة فرز الموالح التابعة لمجموعة الدقهلية في وادي الملاك، ومصنع أعلاف السادات، ومحطة تصدير الحاصلات الزراعية في المنيا، وتولى منصب مدير عمليات مصنع الأعلاف في السادات وعمره 27 سنة، وبعد 3 سنين تولى منصب مدير عام شركة الدقهلية لمجازر الدواجن. وفي سنة 2023 أسندت لي شركة الدقهلية مسؤولية جديدة، وهي رئاسة شركة الدقهلية للتجزئة، وهي مسؤولة عن الفروع الخاصة ببيع منتجاتهم النهائية للمستهلك. شباب كتير جدا النهاردة بيبدأوا مزارع وصرفين كتير جدا على العنابر بتاعتهم، هل ينفع يبقى في نوع من التعاقد مع شركة الدقهلية للمجازر، ان انا اعمل لك الفرخة بتاعتك بالكتكوت بتاعك بالعلب بتاعك بالادوية بتاعتك بالمطهرات بتاعتك، واسلمك الفرخة في الوزن اللي حضرتك عايزه، بس يبقى في تعاقد
ما دخش مع السماسرة. 100% نقبل ده وبنشجع ده، ويعني نفسنا ان احنا نبدا نشتغل اصلا على الموضوع دوت، لان الموضوع ده موجود في اي حته في العالم، بيسموه كونتراكتشوال جروينج، ان انت تربيه لي بناء على شروط عقد معينه. احنا طبعا بما اننا عندنا العلف بتاعنا وعندنا خدمه ما بعد البيع وعندنا الكتكوت وعندنا الادويه، كل حضرتك محتاج تعمله هو الاوبريشن، وهنعلمك برضو ازاي تعمل الاوبريشن بحيث انك تطلع الجوده اللي احنا عايزينها وناخدها منك، وحضرتك تبقى كسبان واحنا بكسبانين وكلنا مبسوطين. ايه الافكار الجديده في المنتجات عندكم بتفكر فيها؟ انا عارف انت 24 ساعه بتشتغل على التفكير في المنتجات دي، والا ما كنتش طلعت تتبيله ايطاليه وفرنسيه واسبانيه، ايه الحلاوه دي؟ قول لي. حقيقي احنا طبعا احنا دايما اتجاهنا في حته ازاي ان احنا نسهل على المستهلك ونقصر عليه المسافات. احنا دلوقتي شغالين احنا ندي لك وجبه متكامله تاخد الفراخ معاها الخضار بتاعها ومعاها الصوص بتاعها، تحس ان انت كل اللي محتاج تعمله وتعمل جنبها شويه مكرونه او رز وعندك الوجبه كامله، مش محتاج ان انت تعمل اي حاجه تاني. الافكار دي مصريه ولا موجوده في العالم؟ في جزء منها موجود في العالم، وفي جزء منها طبعا بيبقى ناتج من الاحتياج المحلي اللي موجود في السوق اللي موجود دلوقتي. سياده المهندس مدير عام مجازر الدهليه للدواجن، محتاج تخصصات ايه تساعدك؟ عندك وظائف؟ احنا طبعا محتاجين كل الوظائف. احنا بنعين دكاتره بيطريين، مهندسين زراعيين، مهندسين ميكانيكا، بنعين محاسبين، بنعين يعني تقريبا عندنا كل الوظائف اللي ممكن نعينها، واحنا دايما بنستثمر في الناس اللي احنا بنعينها. بنبقى عايزين الناس احنا تحب المنتج بتاعها، تحب ان هي تكون شغاله عندنا، تحب ان هي تشوف المنتج بتاعها المحلي ده بيكبر وان هو يوصل للاسواق العالميه. ويعني احنا فاتحين طبعا دايما في كل الاوقات، لان احنا بنكبر عندنا على طول وظائف موجوده. خلي بال حضراتكم، في مجزر الدقهليه بيستقبلوا الدواجن لمده ساعتين في مناطق معزوله عشان يضمنوا تخلص القطعان من اجهاد النقل، وبعدها بتدخل منطقه الذبح الامنه واللي لون اضاءتها ازرق زي ما حضراتكم شايفين، وهو اللون اللي بيهدي الفراخ ويمنع حركتها الهستيرية وبالتالي تعرضها للكدمات. يعني مش بنكهرب الفراخ زي ما دول كتير بتعمل عشان تشل الفرخة وتذبحها بسهولة. تعالوا نقابل الدكتور اسلام اليمني المشرف على قطاع الذبح في شركة الدقهلية لمجازر الدواجن، ركزوا معاه. ممكن الناس تفتكر الذبح عبارة عن سير والصناديق بتمشي عليه وخلص الموضوع، لكن الموضوع أكبر من كده بكتير. احنا عندنا مزارع خاصة، عندنا مزارع بنشرف عليها، احكي لنا المنظومة. تمري هنا احنا مستهدفين ان احنا نقدم منتج بجودة عالية، فطبيعي ده يخلينا نروح ان احنا لازم يكون عندنا التوريدات بأعلى جودة موجودة في السوق. المزارع عندنا هي منشآت تصديرية وجهاز على أعلى مستوى، حصل على شهادات خلوها من انفلونزا الطيور، وده بيدينا الفرصة ان احنا عندنا فرصة التصدير في أي وقت. احنا هنا بنعمل كنترول على الفراخ اللي جاينا من المزارع، سواء كانت في المزرعة نفسها من خلال زيارات دورية بنعملها للمزارع للتأكد من كفاءة البرامج التشغيلية اللي موجودة، بنتحكم في نقل الفراخ من المزارع لحد المجزر هنا بعربيات مجهزة. بداية من وصول الفراخ للمجزر بتبدأ مهمتنا هنا في المجزر عن طريق ان احنا عندنا صالة الانتظار، هي صالة عنبر مجهز بأحدث الإمكانيات الموجودة، فبالتالي بقدر احافظ على جوده الفرخه زي ما خرجت من مكانها في المزرعه لحد ما وصلت عندي هنا في المجزر. زي ما حضرتك شايف كل الصالات رصيف الدبح بالاضاءه الزرقاء دي، بتحاول الاضاءه الزرقاء بتبقى اضاءه خافته للطيور، فبالتالي بتحافظ على هدوء الطيور، فبالتالي بتقلل معايا الاسترس، وده طبعا بيحسن معايا من جوده المنتج. احنا ما بنكهربش فراخ زي العالم كله ما بيعمل. احنا هنا بيقول لك فراخ حلال وهي من كهرباء وميته. كل العمليات عندنا هنا بتتم طبقا لمتطلبات حلال ذبح اسلامي 100%، بيتم عن طريق فنيين مدربين على اعلى مستوى، بحيث ان انا اقدر اقدم للعميل منتج فعلا مستوفي كل شروط حلال. بالمناسبه الفرخه في مجزر الدقهليه بتمر بمراحل عديده جدا، واول مرحله هي الذبح على الشريعه الاسلاميه والنسف والتنظيف بالميه والصمت في مياه درجة حرارتها 56 درجة مئوية، بعدها نزع الريش في 3 ريشات متتالية يعني بتخرج زي الفل. بعد كده بيفصلوا الرقبة والأرجل وتدخل مرحلة نزع الأحشاء وفتح أمع الفرخة والتطهير للفرخة من جوه ومن بره والتبريد بالهواء لمدة 45 دقيقة لخفض درجة حرارتها من 50 درجة مئوية لأربع درجات بالكتير، يعني أشبه بالبسترة لوقف العد البكتيري. وكمان التبريد بالهواء بيضمن إن وزن الفرخة بيكون صافي، مش وزن وهمي في 100 ولا 200 جرام مية، وبتخضع
كل فرخة لرقابة بيطرية مشددة لغاية وصولها لمرحلة التغليف كفرخة طازة للبيع في السوق المحلي أو التقطيع لتحويلها لمجزئات ومصنعات بتتجهز في دقائق بخلطات سرية. تعالوا نقابل المهندس ظريف سمير مدير الجودة في شركة الدقهلية لمجازر الدواجن. الاشتراطات صعبة، أنا واقف بحذر، حضرتك بتتحرك معايا كل حاجة، عمال تفهمني إيه اللي بيحصل حوالينا. الضوابط دي خدناها إزاي؟ اتعلمناها إزاي؟ إيه الشهادات اللي معانا؟ إحنا كجودة بنركز على نقطة قوية جداً في مبادئ الجودة، وهي الكاستومر فوكس أو التركيز على العميل. مبدئياً أنا بشوف النيدز بتاعته إيه، إيه المواصفات الداخلية اللي ممكن أقدر أعملها له. الحاجة التانية بشتغل على توقعاته، وبشتغل على خدمة حتى ما بعد البيع، بحيث أن أنا لو قدر الله وفي كومبلين أقدر إزاي أن أنا أتعامل معاه بسرعة، بحيث أن المشكلة ما تكررش تاني. النقط بقى اللي هي خاصة بالشهادات، إحنا في مجزر تمري الحمد لله سيرتيفايد في بعض الشهادات المحلية الخاصة بالتسجيل في الهيئة القومية لسلامة الغذاء. إحنا من أوائل المجازر اللي مسجلة كوايت ليست. الحاجة التانية أن إحنا أوريدي سيرتيفايد ل 35 برودكت تسجيل حلال، وبنخضع للإشراف سواء الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو وحدة حلال التابعة لهيئة المواصفات والجودة. عندنا إحنا سيرتيفايد في FWSC 22000 الخاصة بنظم إدارة سلامة الغذاء، حتى واخدين تير 1 في الجزء الخاص بيام براند، سواء كان في السري كاتيجوري بتاعتهم أو الفود سيفتي أوديت أو الأنيمال والفير. عندنا الجزء الثاني اللي بنشتغل عليه اللي هو العاملين. العاملين عندنا بيتم اختيارهم بعناية، بيتم خضوعهم لبرامج تدريبية تتعلق بالجودة وسلامة الغذاء أكتر من 15 أصابع ذهبية، ده بتفضي الورك في ثانية. العامل ما بيجيش يشتغل مباشرة لوظيفة فني تشفية، هو بيخضع لتسلسل لحد ما بيوصل للدرجة من المهارة دي. في نقطة تانية اللي هي البرامج اللي بتتعلق بقى بالفود سيفتي، عندنا 15 برنامج بيخضع عليهم العامل بالكامل، والإدارة العليا بتلتزم بتوفير الوقت الكافي لده، بحيث ان احنا بنقدر نبني في ثقافة العامل نفسه قد ايه، مش ان هو بيشتغل في منتج عدد ساعات عمل وبيمشي، لا هو اكنه جراح بالظبط. في شركة الدقهلية لمجازر الدواجن في دعم كامل لقطاع البحث والتطوير، لانه باختصار بيضمن تقديم منتجات جديدة عالية الجودة للمستهلك النهائي. تعالوا نقابل المهندس محمد سلامة مدير البحث والتطوير في شركة الدقهلية لمجازر الدواجن. حضرتك هنا مهمتك تطلع منتج، انت بتاع البحث والتطوير، بنشتغل ازاي على الذهب بتاعنا الفرخة؟ احنا عندنا الفرخة بتاعتنا بنشوف ايه كل منتج، كل قطعية في الفرخة بقدر استخدمها في ايه، يعني صدر الفرخة وورك الفرخة، ايه المنتجات اللي اقدر استعملها بصدر الفرخة. بنشوف بعد كده الصدر نقدر ناخد ايه منه ونعمل حاجة زي الستريبس مثلا، بناخد قطعة صدر خام بدون اي اضافات، بناخدها ونتبلها ونعملها سيف في البيت منتج ستريبس، ونقدر نعمل منتجات فورميت زي البرجر والناجتس والبانيه لست البيت برضو من الصدر ومن قطع الفرخة. فاحنا عندنا كل قطعة في الفرخة نقدر نستخدمها في حاجة، عندنا برضو الجناح والدبوس والفرخة كاملة نفسها متقطعة 12 قطعة، نقدر نعمل منتج كرانشي وتتبيلة لست البيت جاهزة على القلي على طول في وقت محدد بما كاتبينه على البوابة بتاعتنا، فتقدر ساعتها تجهز وجبة كاملة. التحدي الأكبر قدامك النهاردة كمدير للبحوث والتطوير هو أنك تقدم لي منتج عالي الجودة جدا زي ما تعودنا من الدقهلية وتمري، وتكلفته تبقى مقبولة وعادلة وأقدر أدفعها كمستهلك. أكيد، وده أكبر التحديات اللي نواجهها اليومين دول في عز غلاء الأسعار في الخامات أو في أي حاجة، بس دايما إحنا بنحاول إن إحنا ننزل دايما بنفس الجودة بتاعتنا، وما بنقللش من جودة المنتج بتاعنا، هو نفس المنتج بنفس التتبيلة. كمان عايز أوضح إن الفرخة نفسها إحنا أصحاب الفرخة نفسها، إحنا أصحاب فرخة تمري، فإحنا عندنا حاجة كواليتي كويسة. تبادئ السلسلة من الأول، من الأول، من أول الكتكوت، من أول الأم. بالظبط، فدي حاجة طبعا بتميزنا إن إحنا عندنا ضامنين الجودة بتاعتنا وعارفين الفرخة بتاعتنا أصلها وجاية منين، فعشان كده جودة فرخة تمري هي جودة عالية جدا، وست البيت بتحبها ودايما متعلقة بيها ودايما بتحب إن هي تجرب الطعوم الجديدة وأي حاجة جديدة إحنا بننزلها. لفت انتباهنا وإحنا في مجزر الدقهلية للدواجن فني شاطر جدا، هنخليه دلوقتي قدام حضراتكم يفهمنا إزاي بيقسموا الفرخة ويستخلصوا مجزئاتها، وإيه الأجزاء اللي ممكن تتصنع منها
مصنعات الدواجن. محمد نبوي، قالوا لي هنا ان انت الأسطورة وبتدرب كل الجداد على تشفية الفراخ. طيب انا عايز منك مهمة صعبة جدا، تعلمنا يعني تشفية فرخة وازاي نطلع كل الذهب من الفرخة دي. اول مرحلة احنا بنشيل الجناح بتاع الفرخ. لو هنعملها مثلا في ليه وورك، بنقطع الورك الاول، بنقطع الورك كده، بعد كده نجيب الصدر نسلخه عشان نستفيد بالجلد بتاعه، نستفيد بالجلد بتاعه كده. وبعد كده لو انا عايز اشفيها بشفيها الصدر، الصدر يطلع في ليه بانيه كده. حضرتك لو عايزين نعمله ستريبس بنشيل الفليتو بتاعه زي كده. ده الفليتو صح كده؟ الفليتو بنشيله زي كده، وبعدين بنعملها ستريبس اللي هو المنتج الثاني اللي هو من 30، من 15 ل 30. دي الستريبس لسه هيتبل طبعا. لسه هيتبل ويتعبى وياخد من دي مرحله مرحله ومرحله، يعني تطلع من عندنا اللي هي ستريبس من الصدر. من الصدر. دي كده الستريبس بقى جناح، وادي الفليتو وادي الستريبس اللي هو بعد ما شفينا الصدر فيليه وعملناه ستريبس. ممكن اعمله ورك كامل اللي هو شيش كامل بعد سليم كده، وممكن اعمله عرضه ودبوس اللي هو شاورما والشاورما دي لوحدها. ورينا العرضه والدبوس. انا بشرح لحضرتك الاول بس. دلوقتي انا ممكن اعمله عرضه ودبوس زي كده مثلا، حته الشيشه اللي هي لوحدها. كده بقى شيش طاووق. كده شيش. سهل قوي. ها؟ سهل قوي، بس عايز ايدك انت مش ايدك. بقى سهل مع الصنايع، لكن مع لسه جاي بيتعلم بياخد وقت. بالنسبه دي الدبوس بقى اللي هو الشاورما. الشاورما من دبوس. دبوسه. مجزر الدهليه للدواجن في وادي الملاك نموذج محترم لصناعه الدواجن في مصر، ولازم ننتبه ان صناعه الدواجن واعده ولسه عندها القدره على استيعاب استثمارات ضخمه جديده، ولازم ندعمها لتحقيق الامن الغذائي المصري من البروتين الحيواني. تشاهدون بعد قليل. ده محصول قومي استراتيجي في مصر، الرز. يعني اجيب رز وازرعه على سطح المية؟ دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه الى قرية المقاطعة التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدهلية. هنقابل هناك الدكتور احمد عطية. هذا الرجل عمره 77 سنة وافنى حياته في خدمة المزارعين، ولذا يستحق التكريم. خلي بال حضراتكم هنتعلم منه في هذا اللقاء أفضل الطرق لزراعة الأرز في المياه. خليكم معنا. في كل قرى مصر دايما بنقابل مهندسين زراعيين مخلصين لأقصى درجة لبلدنا، بيشتغلوا بإخلاص وتفاني وحب، وبيساعدوا المزارعين وبيعلموهم وبينشروا الوعي بالممارسات الزراعية السليمة، وحلمهم تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من المحاصيل الزراعية وزيادة المعروض من اللحوم والألبان في السوق المحلي. الجدع اللي قدام حضراتكم ده اسمه الدكتور أحمد عطية، وهو باحث متفرغ في الإنتاج الحيواني وحاصل على الدكتوراه في تغذية الحيوان، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة سنة 1969، وسابقاً شغل منصب مدير عام الإنتاج الحيواني والشؤون الاقتصادية بمديرية الزراعة في محافظة الدقهلية. الدكتور أحمد عطية
عمره 77 سنة، ورغم كده متواجد بصفة دايمة في قرية اسمها المقطعة بمركز السنبلاوين في الدقهلية عشان يعلم المزارعين ويساعدهم ونفذ معاهم تجارب هيلة. هو ما اخترعش نظم زراعية جديدة، لكن بيبسط ليهم كل الأبحاث اللي بيطلع عليها وبيساعدهم في تطبيقها بأبسط الطرق لخفض تكلفة الإنتاج الزراعي. وفعلاً نجح في إنه يعلم المزارعين طريقة زراعة الأرز على المسطحات المائية، يعني بدون تربة، فوق الأحواض السمكية والترع والبحيرات لأول مرة، وإزاي يستخدموا كرش الحيوانات المذبوحة بعد تخميرها في التسميد، وإزاي يحملوا محصول الشعير على البرسيم لرفع نسبة البروتين في المحصول العلفي، وغيرها من الأبحاث الزراعية الممتازة فعلاً. قابلنا الدكتور أحمد عطية في قرية المقاطعة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. تعالوا نتعرف على مجموعة شيقة جداً من الأبحاث الزراعية اللي بيعلمها للمزارعين. خلي بال حضراتكم، هذا الرجل يستحق التكريم. خلينا نبدأ من الأبحاث اللي حضرتك اديتها لنا. أنا حطيتها هنا قدامنا عشان خاطر حضراتكم تبقوا شايفين احنا بنعمل ايه. أول بحث بيقول تكنولوجيا جديدة في مصر لاستزراع الأرز على سطح الماء في المزارع السمكية والبحيرات. أنت حضرتك شايف إن احنا نقدر كل مزارع السمك اللي في مصر اللي فيها مياه شروب أو مياه حلوة بنربي فيها الأسماك العذبة اللي هي البلطي والمبروك، نقدر نغطي أجزاء كبيرة منها بالرز. يعني أجيب رز وأزرعه على سطح الماء؟ هو في البداية احنا طبعًا بنبص لأن مصر هي دي التجربة اللي قدامنا هي. هي مصر معرضة في الفقر المائي زي ما احنا عارفين. حاجة تانية، في تهديدات لنا، في محددات عشان احنا نستخدم كميات الرز اللي تكفي، لأن احنا زي ما احنا عارفين استهلاكنا من الرز في حدود 3.7 مليون طن. الرز من المحاصيل الشرهة للمياه، بتاخد كميات مياه كبيرة. فاحنا فكرنا ايه التكنولوجيات اللي ما هي موجوده على مستوى العالم اللي تحل لنا هذه الازمه. فلقينا طبعا الصين سبقتنا في الموضوع ده، فبدانا نشوف التجربه الصينيه وبدانا نعمل تكنولوجي ترانسفير، يعني نقل للتكنولوجيا. وجدنا ان الميه الموجوده في المقاطعه دي ميه عذبه اللي هي بتبقى حوالي 250 او 300 بي بي ام، يعني ميلي جرام في اللتر او جزء في المليون. فهناك 1700 الرز بيتحمل الملوحة. فبدأنا نعمل التجربة ديت من خلال ان احنا طبعا جبنا الفوم وبدأنا نخرمه بمسافات معينة، وشفنا طريقة الزراعة على المسافات اللي هم بيتبعوها في الصين، وبدأنا نطبق نفس الكلام جينا خدنا شتلات من المقاطعة، وعن طريق بعض الناس اللي ساعدونا هنا بدأنا ان احنا نشتل وننقل الكلام ده كله لبحيرة للمزرعة السمكية هي 20 فدان اللي هي موجودة في ألبشو وزيان، وايضا زرعناه في الحوض اللي احنا شايفينه ده، الحوض ده عشان نشوف المقارنة. وبدأنا ان احنا الشتلة جوه الشتلة السيس صغير بلاستيك صح كده ومفتوح، بنحط بيئة اللي هي زي تربة. فتبقى لحضرتك التربة ديت بتبقى احنا بنحط لها اضافات حيوية من المحتويات، الكرش حيوان كسيماد بعد معالجتها طبعا. بعد ما عملنا لها عملية الفرمنتيشن والتخمر والحاجات دي كلها. وبعدين نقلناها وبنتعامل معاها بقى، خدت بال حضرتك، بالرش وبنرشش يعني مواد كيماوية، بنرش حاجة اسمها الليمين ريكر، سائل كرش اللي هو فيه المغذيات، وبنستكمل العناصر اللي باقيه، الزنك والكالسيوم والبتاع والعناصر الصغرى زي الاحتياجات بتاعه محصول الرز طبقا للتقارير بتاعه وزاره الزراعه. السمك نتيجه للتغذيه بتاعته، فعمليه الميتابوليزم بتاعه او تمثيل بتاع الاكل اللي بياكله، فبيطلع امونيا، دي المخرجات بتاعته. الامونيا في الميه بتتحول الى نترات، النترات دي بتعتبر كسيماد للرز، فهي اسمه احنا بنسميه تبادل منفعه. والكلام ده نجح تماما في الصين. في الصين طبعا وصلوا الى الانتاجيه يعني يمكن اكتر مننا شويه، خدت بال حضرتك، وصلوا 4 طن وشويه.
4 طن في الفدان. 4 طن يعني 4 طن و200 4 طن و300. احنا اقصى حاجه وصلنا لها ايه في التجربه بتاعت حضرتك؟ احنا وصلنا الى 3.8 في الميه العذبه اللي هي 255 او 300 جزء في المليون. تمام. ووصلنا في المياه الشروب الى 3.5 طن اللي هي 1600 1700 جزء في المليون، اللي هي 1700 جزء في المليون. خلينا ندخل بقى في موضوع الكرش ده. كرش الحيوان لما بنذبح اي حيوان الكرش بقى فيه غذاء او اعلاف الحيوان واكلها او فيها هضم، يعني اعلاف مهضومه، صح ولا لا؟ ايوه. حضرتك بتقول لنا ده كنز كبير جدا ومليان كائنات حيه ممكن تفيدنا، وحضرتك فعلا افدت بيه المزارعين، حولته لمخصب، صح ولا لا؟ ايوه. احكي لنا حكايه كرش الحيوانات في مصر. هو احنا في البدايه اتبال حضرتك باطلاعنا على الابحاث اللي هي العالميه، وجدنا ان بره في الخارج بيستخدموا المحتويات بتاعه كرش الحيوانات دي، بيستخدموها في اغراض كتيره جدا. طبعا احنا الحيوان بيتغذى على الاعلاف، فساعه احنا ما بنتبع الحيوان في المجازر او في القرى، فبيبقى موجود في كرش الحيوان 4 مواد. موجود في الاكل اللي كله الحيوان لسه ما تضمش، وموجود في عمل الاكل المكونات اللي اتهضمت في الحيوان، وهي المكونات ديت اللي هي ربنا سبحانه وتعالى بيوفر كل احتياجات الحيوان من فيتامينات لاحماض امينيه لكل المواد اللي محتاجها الحيوان. الحاجة التانية بيبقى فيها سائل، التالتة بيبقى فيها سائل الكرش. آه. الحاجة الرابعة بيبقى فيها كائنات حية دقيقة هي اللي بتقوم بدور التخمر دي، وعشان نبين حجم هذه الكائنات ولان دي معجزة إلهية اللي بتعمل التخمرات دي كلها، السنتيمتر المكعب الواحد أو الجرام الواحد خدت بالك فيه حضرتك ما يقارب من 100 مليار بكتيريا وبروتوزوا. فطبعا احنا لما شفنا، طبعا أنا درست فيسيولوجيا الكرش والحاجات دي كلها درسناها دراسه وطلعت على ابحاث عالميه وطلعت على الحاجات دي كلها، فقلنا ليه احنا بنعمل، احنا يعني دورنا بنعمل تكنولوجي ترانسفير، ما بنخترعش بس ونعلمها للناس. اه بس بننقلها في الواقع على للمزارعين عشان يستفيدوا منها. فبالتالي بدانا ان احنا ناخد هذه المنتجات سواء من المجازر او سواء من الذبح اللي بيحصل في القرى. تمام. احنا بنحط اضافات كمان، اللي هي الاضافات اللي احنا بنحطها الغرض منها ان احنا نوفر البيئه لعمليه الفيرمنتيشن، تخمرات تحصل. فاحنا بنحط الملاس وبنحط ماده كربوهيدراتيه عشان تمص له الرطوبه زياده، زي مثلا دقيق او الذره او الرجيعه او النخاله. وبنحط فيتامينات واملاح معدنيه عشان نشجع الكائنات الحيه الدقيقه، وبنحط بعض البكتيريا اللي هي بتكون لي حمض لاكتيك. بنكمرها قد ايه بقى؟ بنسيبها على حسب درجه حراره الغرفه، ففي الصيف ممكن 3 اسابيع. لو وصلت البي اتش بتاعها اللي هي درجه الحموضه والقلويه ل 3.8 او 4، يبقى انا تاكدت ان تكون حمض لاكتيك اللي هو يحفظ لي كماده حافظه من الفساد اللي هو عمليه التعفن. طب ده لما نستخدمه كغذاء الحيوانات ايه اللي بيحصل؟ لما بستخدمه لغذاء الحيوانات احنا عملنا فيديوهات كتيره جدا، وجدنا ان الحيوانات بتقبل عليه اقبال شديد جدا. ليه؟ عشان الطعم بتاعه المتخمر وعشان القيمه الغذائيه اللي فيه. معامل التحويل بتاع قد ايه؟ هو معامل التحويل ما بيبقاش للماده ديت، معامل التحويل بيبقى للعلفه كلها، لان احنا يعني انا عندي بالنسبه للدواجن خدت بالك بيبقى حوالي 1.6 1.8 كيلو علف لكيلو نمو. بالنسبه للحيوانات حسب برضو ايه ده، اللبن او لحم او نمو او حاجه زي كده، بس بتحسن من معامل النمو وبتحسن من معامل التحويل وإدرار اللبن وكل حاجه. الحاجه الثانيه انها ماده رخيصه، اللي هي دي يا دكتور، صح؟ اللي هي البيوفيد دي. ايوه اللي هي البيوفيد دي. بالنسبه للدواجن انا بحطها بنسبه، اذا كانت جافه بنسبه 10-15%. بالنسبه اذا كانت رطبه 25%. بالنسبه للارانب بتزيد شويه بقى، لان الارانب لها جهاز هضمي يستفيد من الالياف، فبتوصل ل 35 واحيانا 40%. بالمناسبه الدكتور احمد عطيه الباحث المتفرغ في الانتاج الحيواني اللي وهب حياته لخدمه المزارعين بيساعده بقوه وبايمان كامل وحب. الدكتور محمد نصر الدين هلالي استاذ فسيولوجيا النبات بجامعة المنصورة، وهو قيمة وقامة علمية كبيرة في محافظة الدقهلية، وكل المزارعين بيحبوه، والاتنين عمرهم ما بيبخلوا بعلمهم على المزارعين وبيقدموا خبرتهم عن طيب خاطر للجميع.
طيب دكتور احمد، احنا كده اتكلمنا عن استزراع الارز على سطح الماء، واتكلمنا عن الكرش، ودي ابحاث حضرتك بتكلم عنها كويس جدا. عندنا كمان بحث كلمتنا عنه وطبقته هنا، هجين الذرة أريانا. ده هجين مصري من مركز بحوث سخا، ولكن ما خدش حظه لغاية النهاردة رغم خطورته وأهميته لمصر. أهميته إيه؟ كنا في الأول بنركز على إن عندنا البرسيم في فصل الشتاء فبيغطينا الاحتياجات الغذائية بتاع الحيوانات. صحيح. الصيف كان عندنا يعني شبه عدم وجود أعلاف، بنحاول ندور على نباتات علفية زي البوريكام وغيره، بنستخدم قش الرز ونستخدم الحاجات دي كلها. فإحنا فوجئنا لقينا في طبعا في الأستاذ الدكتور محمود بنداري في سخا عرض سيمينار عن هذا الموضوع. قدرنا نجيب كيلو وزعناه على المزارعين هنا من الدرة الريانة. من الدرة الريانة دي درة بيضة ولا صفرة؟ هجين الريانة. هجين الريانة. هجين الريانة. فوجئنا أبيض ولا أصفر؟ بين الأبيض والأصفر. تمام. مواصفاته إيه يعني؟ مواصفاته هي هو أولا إنتاجيته عالية جدا، الفدان بيوصل حوالي 60-70 طن. ده علف أخضر، خدت بال حضرتك إزاي؟ ده ضعف أي حاجة موجودة في مصر. ده حضرتك يعتبر، أنا بعتبره شخصيا ثورة في مجال الأعلاف الصيفية، لأن هو خدت بال حضرتك بيدينا الإنتاجية دي من خلال إيه؟ من خلال النهاردة الحباية الواحدة بتطلع 4 نباتات أو 5 نباتات. حباية التقاوي؟ حباية التقاوي الواحدة تفرع؟ بتفرع من تحت 4 أو 5 عيدان. العود الواحد في الشامي طوله 2.5 متر تقريبا، هو طوله 4.80 متر، يعني 5 متر. الحاجة التانية خدت بال حضرتك ان العود الاربع عيدان، العود الواحد بيجيب 8 كيزان، الكيزان بتاعته صغيرة شوية، يعني 36 كوز. من حباية 36؟ من حباية واحدة. حجم الكوز قد ايه؟ بالتفصيل حجم الكوز صغير، حجم الكوز يعتبر ربع الكوز الشامي. ماشي، بس احنا بنتكلم في 36 كوز. الوقت ده وزنهم قد ايه دول؟ هو ده حضرتك اسمه سخا واحد. انا لما زرتهم بعديها بتكلم معاهم قالوا احنا بنحاول السنة دي نطلع سخا 2 وسخا 3، ان احنا نهجن عشان نكبر الكوز. المخاليط العلفية، حضرتك ادي البرسيم وادي الشعير، بتقول لنا ان احنا لو حطينا برسيم مع الشعير احنا بنرفع نسبة القيمة لهذا العلف، صح كده؟ اشرح لنا الموضوع بالراحة. أنا بقول إن الوقت ده محصول بقولي وده محصول نجيلي، فالنهاردة بيبقى فيه اتزان. اتزان يعني إيه؟ يعني الحيوان ياخد احتياجاته من المواد اللي هي بنعتبرها طاقة، تديله طاقة، وفي نفس الوقت ياخد احتياجاته من البروتين. البرسيم لوحده عنده فيه نقص كبير جدا في الطاقة، فبالتالي بيتعوض. الحاجة التانية، الفلاح عارف ان الحشة الاولى ديت خدت بالك عايز يتخلص منها ويرميها لان فيها كمية مية كتيرة جدا، فالشعير بيحمي البرسيم، حتى بيدفي البرسيم في الشتاء. الحاجة التانية بيفيد المنتج ده كله، بيقلل لي خدت بال حضرتك استخدام العلف من، يعني انا بدي الحيوان مثلا بحدود 50 كيلو البقرة والجاموسة، ممكن اديها 25 كيلو بس من السيلاج، وتدي لي نفس الانتاجيه، فبالتالي بنوفر في الاعلاف الخضراء اللي احنا في حاجه لها، ممكن اعمله بعد كده سيلاج او ممكن اعمله دريس. عملت اللي عليكوا زياده وعامل مجهود كبير جدا، ومحبينك ومتابعينك كتير جدا، واضح جدا من وجودنا هنا في قريه المقاطعه مركز السنبلاوين في محافظه الدقهليه. انت عايز ايه؟ محتاج ايه؟ نساعدك ازاي؟ والله انا بتمنى ان احنا يعني بالنسبه للي شاغلنا كله اللي هو موضوع الرز ده، يا ريت احنا نتعاون، لان انا اشتغلت في بحيره المنزله مشروع زراعه الاسماك مع شباب الخريجين، مشروع كبير جدا، كانت مدير المشروع كانت الدوله دعماه، وانا بعتقد ان النهارده المساحات اكتر من 150 الف فدان في بحيره المنزله، ولو شفنا البحيرات الثانيه، فبالتالي احنا النهارده محتاجين فعلا نطبق الشغل ده، محتاجين، لان ده محصول قومي استراتيجي في مصر. الرز ياتي بعد محصول القمح، واحنا لو وصلنا للي احنا عملناه ده هنصدر الرز الخارجي. الدكتور احمد عطيه مذهل حرفيا، 77 سنه ولسه بيجري ويتحرك ويعلم المزارعين وبيعيد ويزيد، وعمره ما بيزهق او يتعصب، وبيشرح بصبر عجيب فعلا، ومالوش طلبات غير اننا نساعده عشان يكمل رسالته. بجد ربنا يديله الصحه.
كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن حضراتكم اسمحوا لي قبل منع حالة النهاردة أؤكد أن جميع مزارعي القمح على مستوى الجمهورية القمح المصري اللي بنستورد منه بأكتر من 100 مليار جنيه أقماح من الخارج، كلهم مستنيين الإعلان عن سعر القمح المصري. النهاردة التكلفة بقت عالية جداً، والسنة اللي فاتت الدولة حددت 2000 جنيه كسعر لأردب القمح. محتاجين بشكل عاجل جداً اجتماع وزراء الزراعة والتموين والمالية والإعلان عن سعر القمح الجديد في موسم 2024-2025. خلي بال حضراتكم، محصول القمح محصول شتوي، وبالتالي في منافسة جديدة جدا على الأراضي في المحاصيل الشتوية، يعني في بدايل كتير جدا للقمح، ويجب أن نشجع المزارع أن يتوجه بكامل إرادته لزراعة الأقماح المحلية الوطنية. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان. انتظرونا غدا الجمعة الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامج حضراتكم الجدعان. تشاهدون في حلقة الجمعة. درجة الحرارة الموصل للذرة من 35 ل 37 درجة مئوية، بعد 37 بتعرض للإجهاد الحراري. في ناس فاكرة إن الإجهاد الحراري ممكن أقاومه بإن أنا أغرق الأرض مية. اللي يتحمل هيستمر. واللي ما تحملش كده مفيش. من ساعة ما دخلنا كل شوية بنشوف حاجة جديدة. أنا ما بعملش الأطفال إن هم جايين رحلة، لأ أنا عايز أعلمه.